بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم برهن تعالى على ابتغائهم الفتنة في كل مرة، يعني هذا مجرد وهذا ديدنهم وهذا دأبهم فيما مضى. قال عز وجل: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي طلب الشر بتشتيت سمك وتفريغ صحك عنك من قبل غزوة تبوك، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول حين انصرف إلى قوم أحد عن المسلمين ليؤذهم. وقلبوا لك الأمور، قلبوا لك الأمور يعني دبروا لك الحيل والمكائد ودوروا الآراء في إبطال أمرك. قال الشهاب: المراد من الأمور المكايد، فتقلبها جاز عن تدبيرها، أو الأرض فتقلبها تفتيشها وإزالتها. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، وهو تأييدك ونصرك وظفرك، وظهر أمر الله أي على دينه، وهم كارهون أي على رغم منهم. قال ابن كثير: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال ابن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجه، يعني هذا أمر قد أقبل. فدخلوا في الإسلام ظاهرا، ثم كان أهلهم الإسلام وأهلهم جاءهم. ثم يقول تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من يقول ذلي، ذلي في القعود، ولا تفتني أي لا توقعني في الفتن. روي عن مجاهد وابن عباس أنها نزلت في الجد بن قيس أخي بني سلمة، وذلك فيما رواه محمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم وهو في جهاده: هل لك يا جد في بلاد بني الأصفر، يعني في جهاد الروم؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، عاتني من ذلك إذني أن لا أذهب ولا يعني إيه ولا تفتني. فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله فقطع الله وسلم وقال: قد أذنت لك. قال الشهاب: يعني أنه يخشى العتق لهن أو مواقعتهن من غير حل. وبنات الأصفر الروم كبني الأصفر. وقيل في وجه التسمية وجوه، منها أنهم ملكهم بعض الحبشة فتولد بينهم نساء وأولاد ذهبية الألوان. قال الجد قيس هذا من أخلاق بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن براء بن عوف. آية في الفتنة أبو سعود، أي في عينها ونفسها، يعني هم يخافون أن يذهبوا للجهاد لجهاد الروم فيقعوا في الفتنة، والذي فعلوه هو نفس الفتنة، هو عين الفتنة. وأكمل أفرادها الغني عن الوصف بالكمال، أقيق باختصاص اسم سده، ألا في الفتنة سقطوا، لا في شيء مغاير لها، فضلا عن أن يكون مهربا ومخلصا منها. يعني هذا القعود وهذا التخلف ليس مهربا من الفتنة وليس مخلصا من الفتنة، وإنما هو عين الفتنة التي يزعمون أنهم يريدون أن يهربوا منها، وذلك بما فعلوا من العزيمة على التخلف والجرأة على الاستئذان بهذه الطريقة الشنيعة، والقعود بالمبني على الإذارات الكاذبة، وقرئ بإفراد الفعل محافظة على لفظ من. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وفي تصدير الجملة بحرف التنبيه مع تقديم الظرف، ألا في الفتنة، قدمها سقطوا، لم يقل سقطوا في الفتنة، قال ألا في الفتنة، ألا للتنبيه ثم في تصدير الظرف، فتأييد بأنهم وقعوا فيها وهم يحسبون أنها منجا من الفتنة، زعما منهم أن الفتنة إنما هي التخلف بغير إذن. وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة،
تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة المفتحة عن ترديهم في درجات الردى أسفل سافلين. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين تحيط يوم القيامة فلا محيط لهم عنها ولا مهرب، وهذا وعيد لهم على ما فعلوا. ثم بين تعالى عداوتهم زيادة في تشهير مساوئهم، فقال سبحانه وتعالى: إن تكحدهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبك حسنة يعني فتح وظفر وغنيمة، تتؤهم تؤهم لفرج يطيئهم ذلك بشدة عداوتهم. وإن تصبك مصيبة يعني نوع من الشدة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، نحن احتطنا قد أخذنا يعني بالحزم قعود من قبله يعني من قبل إصابة المصيبة، فيتبجحوا بما صنعوا حامدين لآرائهم. حامدين لآرائهم، كنا أذكياء وكنا نحسن التفكير حينما حزمنا أمرنا ولنبرز إلى الجهاد. ويتولوا أي عن إسماعهم الذي أظهروا فيه الفرح برأيهم وهم فرحون، أي برأيهم وبما أصابهم يعني وهم فرحون برأيهم وبما أصابكم وبما. ثم أرسل تعالى إلى جوابهم ببطلان ما بنوا عليه مسرتهم، فالسبب الذي سروا به وفحوا من أجله يعني سبب باطل لا يستوجب ذلك. أي نعم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا احتجاج بالقدر في موضعه، لأن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به على المعائن والذنوب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما أثبته لمصلحتنا الدنيوية القوية، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا، سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأود هذا الفرح لرضانا بقضائه في تلك المصيبة. نحن في هذه المصيبة نقوم بنوع آخر من أنواع العبودية، وهو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، ونحمده في الضراء كما نحمده في السراء. فهذا الأمر لم يتؤنا بالحقيقة، ولكننا نرضى بقضاء الله عز وجل. كيف والله سبحانه وتعالى لم يكتبها علينا ليضرنا بها، إذ هو مولانا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي هو مولانا الذي يتولى أمورنا ويقضيها ويوقع الأمور على وفق مصلحتنا الدينية والأخروية، فكيف نتاء بما يبتلينا به من المصائب والأقدار والله سبحانه وتعالى يكتبها علينا ليضرنا بها، إذ هو مولانا؟ هو مولانا يعني يتولى أمورنا، فإنما كتبها علينا ليوقنا للصبر عليها والرضا بها، فيعطينا من الأجر ما هو خير منها. وعلى الله فليتوكلون، أي لأنه لا ناصر ولا متولي لأمرهم غيره، وعلى الله يعني وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون، لأن التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. قل هل تربطون بنا، هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ وكم أكلت هاتين الآيتان من قلوب أعداء الدين، لأنهم يعني يمعنون في إغاظة المسلمين وفي كيد المسلمين، ثم إذا المسلمين يعني يظهرون عدم المبالاة بهذا الكيد بهذه الكيدين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، على ما تشمتون، على ما تفرحون، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والله لا يكتب لنا إلا ما فيه خيرنا، ويكتب لنا ليوفقنا إلى الصبر ثم نمير الدنيا. هو مولانا يعني، وهذا هو المعنى، كلمة هو مولانا تفيد هذا التفسير الذي قلناه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن الله يريد بنا الخير حتى فيما هو الشر، لكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، لأن هو مولانا. فهو مولانا جاء تعليل لهذا التفسير، كان مولانا لنا أمرنا ومولانا الذي ينصرنا، واضح. والله تعالى قال في أوليائه: من عاد لي وليا فقد برزته بالحرب، إلى آخر الحديث المعروف. إذا كان هؤلاء أولياء فهو مولاهم الذي يتولاهم، فلا يمكن أن يكتب لهم شيئا يريد بهم يعني بسببه الشر، وإنما يريد بهم إيه الخير، حتى لو كان في ظاهره خلاف ذلك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، هو مولانا الذي يتولى أمورنا، وعلى الله
فليتوكل المؤمنون. قل هل تربطون هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي إحدى العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هي حسنى العواقب، ليست حسنة لكنها الحسنى، الحسنى الأفضل والأخير، وهما النصر والشهادة. إذا كان الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويصدق الرسول عليه السلام ويصدق وعد الله سبحانه وتعالى في القرآن، فهي فعلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، وهذا أقصى ما كما ذكرنا يغيظ أعداء الدين، لأن هذه الآية كم دوخت من أمم وكم أزالت من الممالك. لماذا؟ لأن هذا هو الخلاصة في الكلام، أقصى ما يضر كبير الأعداء هو ماذا؟ أن يقتلوك. فالقتل في حقك إن كان في سبيل الدين فهو في هذا، وليس سقوطا ولكنه ارتفاع إلى الفردوس الأعلى، والوعد الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على الشهادة كما تأتي في آخر الصورة يعني وعد عظيم، كل مؤمن عنده يقين يعني لا يظن على نفسه بأن هذا أعظم أمنية فلله أن ينال في سبيل الله عز وجل. فهذه جعلت لأمة المسلمين خصيصة لا تدانيها فيها أمة من الأمم، وبالذات أحفاد القردة والخنازير، لأن اليهود لعنهم الله أخوف ما يخافون من أمثال هذه الآية الكريمة، ولذلك عبروا كثيرا عن أنهم لا يخافون إلا من المسلمين. لماذا؟ لأن المسلم يعتقد أنه لو قتل اليهودي أو قتله اليهودي سيدخل إلى الجنة في الحالتين، وهو المعنى الذي تجسده هذه الآية. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إلا إحدى حسنين إرث وإما الشهادة، أما نحن ونحن نتربص بكم أي إحدى السوءين من العواقب. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ففي التفسير نقول هكذا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، فنزيد من عندنا في التفسير إيه؟ النصر أو الشهادة. ونحن نتربص بكم إحدى السوءين من العواقب، ونحن نتربص بكم إحدى السوءين من العواقب، إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده يعني كما أصاب من قبلكم من الأمم، أو بعذاب بأيدينا وهو القتل على الكفر، أن نقتل بأيدينا وتموتون على الكفر. فتربصوا يعني تربصوا بنا ما ذكر من عواقبنا، إنا معكم متربصون، تربصوا بنا وانتظروا، لا بأس لنا الإحدى الحسنين النصر أو الشهادة، فتربصوا بنا ونحن أيضا متربصون بكم، فتربصوا إنا معكم متربصون، فانتظروا أنتم ونحن أيضا سننتظر، فتربصوا بنا ما ذكر من عواقبنا، إنا معكم متربصون منتظرون ما هو عاقبتكم، فلا بد أن يلقى كل منا ما يتربصه لا يتجاوزه، فلا تشاهدون إلا ما يضرنا ولا نشاهد إلا ما يسوءكم. ثم قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أنفقوا يعني أموالكم في سبيل الله ووجوه البر طوعا أو كرها، هذان مصدران وقع موقع الفاعل يعني طائعين أو كارهين، طائعين يعني من قبل أنفسكم أو كارهين مخافة القتل، لن يتقبل منكم، لن يتقبل منكم ذلك الإنفاق. ثم بين سبب ذلك بقوله إنكم كنتم قوما فاسقين، أي عاكين متمردين. قال الزمخشري فإن قلت كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال لن يتقبل منكم، أمرهم أولا بالإنفاق فقال قل أنفقوا ثم قال لن يتقبل منكم، قال قلت هو أمر في معنى الخبر، أنفقوا طوعا أو كرها، هذا تماما مثل قوله تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أمر في معنى الخبر ومعناه لن يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها، هذا هو بالضبط معنى الآية. فكلمة أنفقوا مقصود بها أنفقتم يعني أنفقوا إنشاء، لكن تفسيرها خبر، واضح؟ قل أنفقوا مقصود بها إيه؟ أنفقتم، لكن الكلام ترتيبه في التفسير كما يلي: لن يتقبل منكم نفقاتكم سواء أنفقتم طوعا أو كرها، لا فائدة. نعم. ونحوه قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني
لن يغفر الله لهم، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنه قول كثيري عزة أيضا: أسيئي بنا أو أحسني لا منومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي، يعني لا نلومك أسأت إلينا أم أحسنت. فإن كل متى يجوز هذا؟ إذن أكثر يقول متى يجوز هذا التعبير أو السياق؟ قلت إذا دل الكلام عليه، كما جاز عكسه في قولك رحم الله زيدا وغفر له. فإن قلت لما فعل ذلك، قلت لنكتة فيه، وهي أن كثيرا كأنه يقول لعزة: امتحني نصف محلك عندي وقوة محبتي لك، وعامليني بالإساءة أو الإحسان، وانظري هل يتفاوت حالي معك مسيئة كنت أو محسنة. ولذلك يقول كثير عزة: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة. واضح. وفي معناه قول القائل: أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدا لتضربه لم يستغفك في الود. طبعا درجة من الأخوة يعني نادرة. يقول أخوك الذي إن أخوك الحقيقي الذي إن أسأت إليه أحسن إليك، حتى لو قمت تضربه بالسيف لا يجدك غصا في المودة، أو لا يستغفك يعني من الغف والخيانة. ولو جئته تطلب أن تقطع يده لبادر إليك فرقا من الرد عليك. لبادر هو لذلك خوفا من أن يؤذيك بأن يعتذر لك أو يمنعك من ذلك ويردك عنه. يقول: أخوك الذي إن قمت بالسيف عامدا لتضربه لم يستغفك في الود، ولو جئت تبغي كفه لتبينها لبادر إشفاقا عليك من الرد، يرى أنه في الود وان مقصر على أنه قد زاد فيه عن الجهد. مع كل هذا يرى أن هذا الود هو مقصر فيه. نعم. كذلك المعنى هنا: أنفقوا وانتظروا، أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم. هذا المعنى. قل أنفقوا يعني أنفقوا وانتظروا، انظروا هل يتقبل منكم، واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وانظر هل صار اختلافا بين حال الاستغفار وتركه. لا، في كلا الحالتين لن يغفر الله له. كذلك هنا: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. هنا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، جمع كسلان يعني متساخلين، إذ لا يرجون على فعلها ثوابا، لأن الرغبة والرهبة بتكون هي القوة الدافعة للعمل. واضح. فهم ليس عندهم لا خوف ولا رجاء. واضح. لا رجاء ثواب، فلذلك يقومون متكسلين فقط تحت ضغط السيف والسلطان، فلا يرجون على فعلها ثوابا ولا يرهبون من تركها عقابا لأنهم مكذبون. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم يرون الإنفاق في سبيل الله مغرما وتركه مغنما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي عن أبي أمامة. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ولما بين تعالى قبائح أفعال المنافقين وما لهم في الآخرة من العذاب المهين وعدم قبول نفقاتهم، تأثر لبيان أن ما يظنونه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم. هم يعني يبخلون بالمال لحرصهم على الدنيا، وهم يتمتعون بهذه الدنيا، ويعني يظنون أن هذا من الكياسة ومن الذكاء أنهم يعني يتنعمون بهذه الدنيا بهذه الطريقة. فبين تعالى وجل تمام الانجلاء أن النفاق مهواة الخسار لجلبه آفات الدنيا والآخرة. فقال سبحانه وتعالى: فلا تعذبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعذبك أموالهم ولا أولادهم، يعني وهذا هو الواقع. عامة المسؤولين بالكفار إنما يفتنون بهم بسبب الدنيا لا بسبب أي شيء آخر. عامة الذين يفتنون بالكفار أغلب أسباب الفتنة تكون إيه؟ الفتنة بالدنيا، بما معه من مال، من قوة، من يعني انطلاق في الأرض أو غير ذلك من يعني أعراض الدنيا. لكن هل هناك من يفتن بهم لأنهم أطاعوا لله، لأنهم موحدون لله، أو لأنهم ملتزمون بالإسلام؟ كلا.
فينبغي أن تصحح المقاييس والمفاهيم في النظرة لهؤلاء الأراذل من أعداء الدين وأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لماذا؟ لأن ما هم فيه من النعمة أو من المال والأولاد هو إنما هو استدراج لهم، استدراج لهم، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي بسبب ما يكابدون لجمعها، يتعبون في تحصيل المال ثم يتعبون ويكدون في حفظها، فيتعذبون بتحصيل المال ويتعذبون بحمايته، ويرون فيها من الشدائد والمصائب ما الله به عليم. إنما يريد الله ليعذبهم، قيل لا اللام هنا زائدة، يعني إنما يريد الله يعذبهم، وقيل المفعول محذوف، يعني أن هذه تعليلية. إنما يريد الله إعطاءهم ليعذبهم، إنما يريد الله إعطاءهم لإيه؟ ليعذبهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا يرد، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، عذب به ولا بد. الله تعالى يعذبهم، وفعلا لو أخذنا نتحدث في تعذيب فقط في جزئية حتى من هذه الآية، تعذب الكافر لأولاده، لو تأملتم أحوال الكفار في بلادهم وكيف أن أغلب أولاد الكفار يعذبون بأولادهم أشد العذاب، قد يصل إلى القتل والعقوق الذي لا عقوق بعد، وصار هذا الأمر يعني متوارثا، وهؤلاء يستفيدون دينا سابقا، هؤلاء الآباء من قبل عقوا يعني آباءهم، واضح، فيعذبون فعلا بأولادهم أشد أنواع العذاب. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني فيموتوا كافرين لاهين بالتمتع بالدنيا عن النظر في العاقبة، فيكون ذلك استدراجا لهم، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أصل كلمة الزهوق هو الخروج بصعوبة، الزهوق الخروج بصعوبة، هذا معنى وتزهق أنفسهم، تخرج روحهم، يعذبون أثناء خروجها كما هو معروف في الحديث، وهم كافرون. وهذه أكبر مصيبة، أن يموت إنسان على الكفر والعياذ بالله، لو مات على الكفر انتهى كل شيء، فيخلد في جهنم أبد الأبد، لا يموت فيها ولا يحيا. ثم قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ويحلفون بالله يعني منافقين، إنهم لمنكم، إنهم لمنكم في الدين، ليدفعوا بدلالة اليمين دلائل النفاق، ليدفعوا بدلالة اليمين اللي من المفروض يظن على الصدق دلائل النفاق الظاهرة منهم كالتخلف والاستئذان. وما هم منكم، ما هم منكم في ذلك، لأنهم كاذبون، ولكنهم قوم يفرقون، إنما يحلفون لكم لأنهم يخافون القتل ويخافون ما يفعل بالمشركين، فيتظاهرون بالإسلام سخية ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة. ثم أشار إلى سبب الخوف، إيه سبب الخوف؟ أزمة المساكن، خايفين تضيع عليهم المساكن التي يعيشون يعني فيها فيما بينكم. يقول: ثم أشار إلى سبب الخوف، وهو اضطرارهم إلى مساكنهم مع ضعفهم، ضعفهم واضطرارهم وحاجتهم إلى المساكن التي يعيشون فيها إيه بينكم. لكن لو وجدوا بديلا حتى لو في البحور والمغارات لهربوا وفروا إلى هذه الأماكن. يقول تعالى مبينا سبب خوفهم، قال: ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، من شدة البغض للإسلام وأهله، لكن هم مضطرون كما من باب ايه يعني ودارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم. نعم. يقول: لو يجدون ملجأ، يعني لو يجدون حصنا يلتجئون اليه، او مغارات يعني غيرانا في الجبال يسكن كل واحد منهم غارة، او مدخلا يعني موضع دخول يدخلون فيه وهو السرب في الارض، لولوا اليه لاقبلوا نحوه وهم يجمحون، أي يسرعون إسراعا لا يردهم شيء، كالفرس الجموح أي النفور الذي لا يرده لجام، أي لو وجدوا شيئا من هذه الأمكنة التي هي منفور عنها
مستنكرة لأتوه لشدة خوفهم وكراهتهم للمسلمين وغمهم بعز الإسلام ونصر أهله. لأنهم إذا عاشوا في المسلمين يرون عزة الإسلام ينالهم غم وهم، يرون نصرة أهل الإسلام تركبهم الهموم والاكتئاب ويعنوهم البأس. فهم في حالة من النفور والكراهية والخوف لا يجعلهم يصبرون عن الإقامة سوى اضطرارهم لهذه الأماكن التي يعيشون فيها. لكن لو وجدوا ملجأ حتى مع في أماكن سيئة لغاية هذه الأماكن التي هي مستنكرة ومنكرة لفضلوها على الإقامة بينكم، لكنهم لا يجدون. واضح؟ فضل التعبير كلمة لولوا إليه وهم يجمحون يكشف ما في قلوبهم من الحقد على الإسلام وأهل الإسلام. وعلى العكس تماما الآن نرى الملاحدة والمنافقين والعلمانيين أعداء الدين كيف أنهم لما أمنوا ولا في سلطان يرضعهم ولا شريعة تؤدبهم انطلقوا يعني كالجرذان المسعورة بهذا العدوان والصيان على دين الله سبحانه وتعالى في الإعلام يعني صباح مساء. حتى إن يعني جرثومة مثل نصر أبو زيد المرتد الملحد الذي يتوب الله ويتوب الرسول عليه السلام ويبعث القرآن الكريم، ومع ذلك يجد من هؤلاء المجرمين من يقول أين حرية الفكر وأين حرية الاعتقاد. والله ما هي حرية الفكر، إنما هي يريدون حرية الكفر، حرية الكفر أين. فإلى الله المشتكى مما وصلنا إليه. لو يجدون شوف كيف كان ضعف المنافقين في عهد النبوة، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزك يعني يعيبك في الصدقات يعني في قسمة الصدقات، يلمزون الرسول ويعيبوه بأنه والعياذ بالله وحاشاه غير عادل والعياذ بالله. ثم بين في الصدقات يعني إيه في قسمتها، في قسمة الصدقات. ثم بين فساد لمزهم وأنه لا منشأ له، ليس لهم حريصون فعلا على العدل، لكن لأنهم حريصون على حطام الدنيا وليس خلفا منهم على العدل. لذلك يقول تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، من يعيبك في قسمة الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن أعطوا منها يعني القدر الذي يريدون رضوا، قالوا هذا عدل، هذا عدل، وإن لم يعطوا منها القدر الذي يطلبون إذا هم يسخطون فيجعلونه غير عدل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يعني كفانا فضله وما قسمه لنا، سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني بعد هذا إن كنا نؤمن المزيد فسوف يؤتينا الله من فضله حسب ما نرجو ونؤمن إنا إلى الله راغبون، يعني راجون أن يغنمنا ويخولنا فضله. اطمعوا في فضل الله فيما يأتي. والجواب محذوف بناء على ظهوره، يعني لو أنهم فعلوا ذلك ولو أنهم قالوا ذلك لكان خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني فيما يستقبل لكان خيرا لهم. هنا روى الشيخاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم شيئا أتاه ذو القويصرة رجل من بني سليم فقال يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني والمراد بذلك الخوارج. وهذا الرجل فعلا هو أصل الخوارج، وتحقق خروج هؤلاء الخوارج مع بهذه الأوصاف التي وصفهم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مع اجتهادهم في العبادة حتى إن أحدكم لا يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم
وهم يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراخيهم، يعني لا يجارون عليه ولا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجاوز تراخيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا آخر هذا الربع. ونحن الآن يعني اقتربنا تقريبا من منتصف سورة التوبة. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.